رمضان في حضرموت، طقوس روحانية وشعبية فريدة، الختايم عادة حضرمية قديمة. كيف يحتفل بها أبناء حضرموت في هذا الشهر الفضيل؟ وكيف استطاعوا الحفاظ على عاداتهم القديمة وإبرازها في مثل هذه المناسبات؟ أهلا بكم. لدى أبناء حضرموت في الساحل والوادي عاداتهم وتقاليدهم الخاصة، منها ما يختص باستقبال وتوديع شهر رمضان المبارك. وفي العشر الأواخر يحتفل الحضارم بما يسمونه الختايم، وهي عادة قديمة يحتفلون بها بمناسبة ختم القرآن في مسجد الحي. وفيها يقوم الناس بالاحتفال في ساحة عامة وممارسة الرقصات الفلكلورية وأداء الأناشيد والابتهالات الروحانية، بالإضافة إلى زيارة الأرحام وشراء ما يسعد الأطفال. ورغم قساوة الحرب على اليمنيين وانعكاسها على ظروف معيشتهم، إلا أن الناس يحاولون اختطاف أي مساحة للبهجة وإنعاش الروح الاجتماعية فيما بينهم. كما كان الترحيب به لائقاً بالأهازيج والابتهالات، كذلك يكون توديعه. رمضان وحضرموت ثنائية خاصة وحكاية لها نكهتها المختلفة عن بقية المناطق الأخرى. تمر أيام رمضان بطقوس دينية وعادات وتقاليد منذ الساعات الأولى للترحيب به إلى وداع آخر ساعاته. لعل أبرز ما يميز شهر رمضان في حضرموت ليالي الختايم، وهو تقليد دأب عليه أبناء حضرموت منذ القدم، حيث يحتفل أبناء حارة كل مسجد يختم فيه القرآن بالابتهالات والطقوس الدينية والعروض الكرنفالية التراثية وإحياء الأسواق الشعبية والمساجد بالذكر والصلوات. صور التراحم والتكافل الاجتماعي حاضرة في الختايم، حيث يدعو أهالي كل حي أرحامهم، ويجتمع الأقارب على الموائد العامرة الرابطة بين ماضي الأجداد العريق وحاضر الأحفاد. ملحمة تنافسية بين شباب الأحياء، يحرص فيها شباب كل حي على تقديم أفضل عروض للرقصات الفلكلورية واستعراض مظاهر العادات والتقاليد والمهن القديمة لتعريف أجيال اليوم على حياة الأجداد وطريقة معيشتهم. كما هي محطة للتذكير بالماضي، هي محطة أيضاً لزرع البهجة في نفوس الأطفال، ولفرحتهم يصطحب الآباء والأجداد أبناءهم وأحفادهم إلى ساحات الاحتفال بعد أن ارتدوا الملابس الجديدة استعداداً لهذه المناسبة. يفترش الباعة في الساحات المحاطة بالمسجد الذي ستقام فيه هذه الأمسية عارضين بضائعهم من لعب الأطفال والحلويات التي يصنع البعض منها خصيصاً لهذه المناسبة وتنصب أراجيح الأطفال. يهزم أبناء حضرموت الظروف التي خلفتها الحرب والأزمات التي يعيشها الشعب اليمني بتمسكهم بإحياء العادات والتقاليد والطقوس الروحانية والفرائحية التي تعزز التراحم والتكافل الاجتماعي وترمم علاقة المجتمع بماضيه. إذن مشاهدينا الكرام، بداية أرحب في هذه الحلقة بالإعلامي والمسرحي الكبير سالم الجحوشي الذي سيكون معنا من الدوحة عبر اتصال عبر الإنترنت. مساء الخير أستاذ سالم. مساء النور، وكل عام وأنتم بخير وأنت بألف خير. علينا وعليكم إن شاء الله علينا. أستاذ سالم، سعيدة جدا بوجودك معي في هذه الحلقة. ومن خلال التقرير أستاذ سالم شاهدنا كيف أبناء حضرموت يحتفلون برمضان. ربما يعني رمضان في ذاكرتنا في طفولتنا مختلف عما هو الآن، لكن ما شاء الله في حضرموت أحس أن الأجواء متقاربة لما في الصغر، كأنها لم تتغير. كيف هو أو ما الذي تتذكره من طقوس رمضان في حضرموت؟ هي حضرموت يعني هؤلاء
من حولوا حتى الرقص ذرات الحرب، حولوا السيوف إلى عيدان خشبية لحبهم للسلم والسلام والمحبة. هم أبناء حضرموت في هذا الشهر بالذات يتحولون إلى خلايا نحل غريبة. منذ بداية أن يهل هذا الشهر الكريم وفي منتصف الشهر تبدأ الختايم. نعم. نحن نقولها الختامي. الختامي. وموزعة، نعم، يعني الختامي المفرد جمعها ختايم. محددة المساجد في كل يوم التي تحتفل، اليوم المسجد الفلاني والمسجد الفلاني والمسجد الفلاني ختموا فيها القرآن، فتبدأ الاحتفالات وتبدأ التهيئة من الصباح. الكل يستعد وكأنه عيد وفرحة وبهجة، وخاصة الأطفال يعني ينعمون أكثر بهذا الختام. ثم اليوم الثاني هكذا تتحول إلى مساجد أخرى. كل المساجد لها جدول بختم القرآن وبالاحتفالية، وطبعا هذه الاحتفالية تظل في الذاكرة لما فيها من بهجة. فيها من بهجة غريبة سبحان الله. والكل يشارك، يعني الغالبية الشباب في كل حي كما ذكر تقريركم. وهنا يأتي التنوع، رغم أنها رقصات معروفة ولكن هناك شيء من التنافس، شيء من الإبداع يظهر هنا أو هناك. يعني كل حي يحاول أن يظهر أجمل ما لديه في هذا الاحتفال. طبعا طبعا. وهناك أحياء معروفة يعني أنها مميزة باحتفالاتها، خبراتهم الكبيرة يعني في هذا المجال. نعم. هي حضرموت لم تكن تعرف هذا الختايم ككل، كان فقط هي حضرموت الداخل والساحل. وحتى في الداخل فقط كانت مدينة تريم هي التي بدأت هذا الاحتفال، وانتقلت هذه الاحتفالية من تريم في عهد الكسادي زي ما يقولوا اليافعي الحضرمي الكسادي إلى الساحل، إلى مدن المكلا والشحر والحامي والديس و و و و جميل. المدن، فأصبحت حضرموت كلها تحتفل بهذا الختامي. وهنا يعني اختلافات بسيطة ولكنها من وحي كل بلد، يعني من وحي كل مدينة. الأداء يختلف نوعا ما، في اختلافات في الحركة، في حمل المشاعل. هناك حركة حملت المشاعل ورقصات جميلة تؤدى، وكأنهم ينيروا الدرب. يعني كل منطقة صبغت هذا الاحتفال بطبيعتها الخاصة أو بطابعها الخاص. نعم. جميل. نعم نعم. متى نعم، آخر نعم، رمضان كان لك أستاذ سالم في حضرموت؟ نعم. متى كان آخر رمضان لك في حضرموت؟ أوه، عشرات السنين. نعم. ولكني أتابع. لكن تتحدث وكأنك يعني قريب كنت هناك، يعني بذاكرة قريبة. هي في القلب. نعم نعم، هي في القلب والذاكرة لا تمحى. نعم، تربينا عليها وعشنا معها واحتفلنا فيها. جميل. وفي الليلة الأخيرة ما قبل الأخيرة هناك احتفالية إلى الصباح، إلى أذان الفجر، إلى العيد، وكأنها تمتزج العملية يعني بالعيد. رغم أنهم عادة كانوا يقولوا الليلة الأخيرة في أواخر رمضان تسمى الليلة اليتيمة بحكم أنه لا تراويح فيها، لكن في حضرموت يبدو أنها غير يتيمة بالمرة، يعني محتفى بها تماما. لا 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 يتمى في حضرموت. ما شاء الله. طيب أستاذ سالم، يعني الختائم يعني طابع جميل تميزت بحضرموت، قلت لي انتقل من تريم ومن الساحل حتى شمل حضرموت كامل، وأمل أن يشمل جميع محافظات اليمن، أن انتقل الجمال بهذا الشكل إلى جميع محافظات اليمن. لكن ما هي أبرز العادات الحضرمية في رمضان غير هذا الاحتفال؟ ال ال ال
الأهازيج، يعني ما قبل أذان المغرب على سبيل المثال، تجد الأطفال كلهم ينظرون إلى، زمان ما كان في ميكروفونات عندنا وكنا نرى المؤذن وهو يصعد على المنارة لكي يصدح بالأذان يعني، فهنا تبدأ الفرحة. هم كانوا ينادونه بأهازيج جميلة، يقرب الدان، أمي صيامة، بغت لقيمة من البريمة، يعني وكأنهم يستعجلوه الإفطار لكي، نعم على الإفطار يعني. وثم الفرحة لما يشوفوه وطالع، يعني طلع بايدا، كلها أشياء جميلة جدا. وطبعا هذه جاءت لأن طبيعة الإنسان الحضرمي وارتباطه الوثيق بالمسجد من صغره، يعني المسجد هو البيت الثاني لنا، يعني الساعات التي نقضيها فيه ليست قليلة، نتلقى فيها الدروس الفقهية ونتعلم التجويد ونتعلم للكل للجميع. بعد الصلاة هناك تلاوة قرآنية وتصحيح للتجويد، سبحان الله تهجد جميل جدا، يعني لا نجده إلا في حضرموت يعني. نعم، يعني ذكرت لنا قليل أو هزوجة صغيرة، هل ذاكرتك تحتفظ بأهازيج أخرى كانت تردد؟ الأهازيج كثيرة وكل بلد لها يعني فما اللي جبته أنا فقط اللي هو من مدينتي، هي نعم. الشحر يسموها سعاد، هذه الشحر لربما هذه المعلومة قد يسمعها البعض لأول مرة، فيها الجامع الكبير الذي بني في القرن العاشر الهجري في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بسنتين. هذا الجامع الكبير على حي القرية احنا نسميه ما زال موجود كما هو، وفيه محتفظ بآثاره، محتفظ نعم. للأسف الشديد الآن أقرأ بعض الدعوات لأهل الخير لترميمه، كما تعرف الآن احنا أصبحنا يعني على اللادولة. على المحك يعني نعم، فيستنجدوا بأهل الخير باللي عندهم أموال إنهم يرمموا ما خرب من هذا مأثرة تاريخية كبيرة، يعني صلوا فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أتمنى من خلالكم أيضا ومن يسمعنا الآن أن يبادروا. نعم، ألفت النظر لهذا الجامع. صحيح. إلى نعم. إذن اسمح لنا أستاذ سالم أن ينضم معنا أيضا الأستاذ عبد الله صلاح برعية الإعلامي من الأردن عبر سكايب. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور لك ومساء النور للأستاذ القدير سالم الجحوشي. صراحة قبل ما أعيد على كل المتابعين، قلت الكثير لحضرموت وأنت أكثر شخص من المفترض أن يتحدث عن حضرموت فقط، قلتها في سلامها، قلت في عاداتها، قلت في الذكريات الجميلة التي قلتها، لا أستطيع أن أتحدث أكثر مما قلت يعني بناغم وصوت جميل وقدوة أعتبرها لي في حياتي يعني أستاذ سالم الجحوشي. تحياتي لك يا أستاذ وأخواتي مبارك وكل عام طيب. كل عام وأيضا المتابعين لقناة بلقيس بألف خير، ينعاد عليكم هذا الشهر بصحة وعافية، وإن شاء الله يعود علينا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. وأنت بألف خير بالفعل أستاذ عبد الله. وجود الأستاذ سالم اليوم هو يعني شرف كبير لنا أيضا أن يكون معنا في هذه الحلقة، ولكن لا يمنع أستاذ عبد الله أن تحدثنا أيضا أنت عن أجواء رمضان والعادات والتقاليد الرمضانية التي يعني لديك، ربما أنت أقرب زيارة لحضرموت وستأتينا بالطازج من هناك لنقول. نعم، ما يتحدث به الأستاذ سالم الجحوشي هو الحقيقة الجميلة لحضرموت والتي لا زالت حتى اللحظة. تفاصيل كل ما قاله الأستاذ
الاستاذ سالم الجحمشي لا زالت موجوده، لا زال الختائي حسب ما يقولوها للشحر، واحنا نتكلم بالختايم اختلاف في اللفظ، لكن هو قالها بمعنى جميل ان الختام هو المفرد يعني ختايم، وهذا شيء معلومه جديده وجميله جدا يعني. الختايم خلينا نتحدث شوي قبل الختايم، يعني كيف اهل حضرموت يستقبلون رمضان؟ نعم. رمضان في حضرموت له قداسه كبيره جدا، يعني رمضان ما قبل ان يهل علينا في النصف من شعبان له تراحيب خاصه. رحبوا يا صائمين شهر رب العالمين، عاده الله علينا وعليكم اجمعين. المساجد كلها تصدح بهذه الاهازيج وهذه الكلمات المعبره التي تقشعر منها الابدان، ابتهاجا بهذا الشهر الفضيل، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الذي يقدسه الكبير والصغير والمراه وكل اطياف من هم حضرموت. ياتي رمضان قبل ان يعلن عن رمضان، والكل مترقب متى سياتي رمضان. شاف الهلال ولا عاده بكره رمضان، ولا الاطفال كلهم مستانسين على رمضان، فاول ما يحل رمضان الاطفال كلهم يركضون في الشوارع من السد افتحنا له يا حي برمضان، من الخلف يا حي برمضان. هناك مشاعر جميله روحانيه، استقبال عظيم لهذا الشهر الفضيل. رمضان في حضرموت غير صحيح، اقتربت عن حضرموت هذه السنة خصوصا، يعني لما أزر حضرموت في رمضان وبغصة كبيرة جدا، وأظن أن الأستاذ سالم الجحوسي عن الكثير من فقد حضرموت، هي أمنا جميعا صراحة. نعم. إذن ماذا عن الختائم أستاذ عبد الله؟ يعني الغريب يعني أنتم تحدثوني عن شيء قديم ولكن حضرموت ما زالت متمسكة به رغم المدنية الطاغية، رغم الحداثة، رغم التكنولوجيا التي ضغط على الكثير من العادات، وربما يعني كما قلت بداية الحلقة ما كنا نصنعه في رمضان سابقا لم يعد موجود الآن بسبب التكنولوجيا وبسبب تباعد الناس. كيف استطاعت حضرموت الحفاظ على هذا التقليد واستمراره وكأنه يعني بالأمس حدث؟ نعم، حضرموت بذاتها حافظت على اسمها منذ الأزل، يعني حضرموت لا زالت الحضارة العظيمة بأهلها بحكمتهم برزانتهم. حضرموت التي قال قبل الأستاذ سالم الجحوشي لأنها لم تعد تلك حضرموت، أو حضرموت رمت السيوف ومسكت العصي سلاما لعدم سفك الدماء. حضرموت لا زالت كما هي منذ الأزل، كما قال كما يقول الجميع عن حضرموت. الختايم لم تعد يعني لم يكن مسماه يعني شيء عادي. ختم القرآن العظيم أو القرآن الكريم، فهذا الختم يعد له يعني يعتبر بالنسبة للحضارة شيء كبير يعني. فمنذ الزمن وحتى اللحظة لا زالت المساجد تختم القرآن في المكلا، في تريم، في سيئون، في الشحر، في الحامي، في كل أرجاء هذه المحافظة. هناك تنافس شديد في الختائم، من الذي يكون أفضل من الآخر في هذا الختائم؟ نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد الله وكذلك أنت أستاذ سالم أن ينضم معنا أيضا الفنان عمر هادي من تريم عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عمر. مساء النور والسرور إن شاء الله عليكم وخواتي المباركة على الجميع إن شاء الله. عليكم إن شاء الله. أهلا بك أستاذ عمر، ونود منك أن تحدثنا عن الموشحات الدينية المرتبطة بشهر رمضان المبارك في حضرموت. الموشحات عندنا في رمضان طبعا في المساجد كلها فهي تتجزأ، منها موشحات تختص بالترحيب بشهر رمضان، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة وهكذا. وفي هناك تكون للعشر الأواخر توديع لرمضان، مودع مودع يا رمضان وهكذا يعني. نعم. وهي تكون على عدة
انا اكيد موشحه يعني مش واحده او اثنتين، لا بل ما شاء الله كم هائل منها طبعا. نعم. إذن أستاذ عمر، يعني أنت فنان حضرمي مبدع، استمعنا لبعض الفيديوهات خلال التحضير لهذه الحلقة، هل أتحفتنا يعني بما تجود به ذائقتك في هذه الليلة المباركة؟ أسمعكم بعض أبيات اللي هي أولاً ترحيب كترحيب لرمضان، ومن ثم أسمعكم شيء إلى توديع رمضان هكذا طبعاً. نعم. وهذه التي يأتون بها في المساجد، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر عادة، مرحبا يا أهير الآن في المرجال زد زيادة للأخ لا درة عيان، أنت يا شهر الإفادة. فطبعا هذه هي أنشودة إلى ترشيد شهر رمضان، وهناك عدة أشياء برضو أخرى، منها القوافي هذا اللي تشتهر بها مدينة تريم، القوافي والوترية والزمزمة كذلك، طيب الحان عدة يأتون بها بعد صلاة التراويح في بعض المساجد أو في أغلبها. نعم. نعم. إذن أستاذ عمر، هذه الموشحات هل هي مرتبطة فقط برمضان؟ يعني ماذا عن الموشحات في غير رمضان؟ هل هناك يعني طقوس معينة تنشأ فيها أو تردد فيها الموشحات؟ طبعا اكيد، يعني عندنا نحن في تريم خاصه او اغلب في مناطق حضرموت بشكل عام، هناك لكل موسم من مواسم الخير هناك موشحات معينه كترحيب بشهر رمضان، كالاحتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كالاحتفال بالاعياد عيد الفطر وعيد الاضحى وهكذا، طبعا فهي كثيره حتى المرتبطه ببعض غزوات بدر واحد وهكذا يعني. نعم. اذا الا يوجد مخاوف من اندثار مثل هذا التراث وهذا الفلكلور الجميل؟ يعني نحن نتحدث عن طقوس تمارس منذ سنوات قديمه استاذ عمر، يعني هذا التراث هو مهم بالنسبه للاجيال القادمه، كيف يمكن الحفاظ عليه؟ صحيح، نحن في المساجد عندنا وكذلك في المناطق بشكل عام، في المساجد كموسم هذا شهر رمضان تلاقي الاطفال بعد صلاه التراويح يجلسون ليسمعون هذه الاناشيد، بل ويشدون هم كذلك بهذه الاهازيج الطيبه والفرائحيه فيها من الفرح وفيها من الخير باستقبال شهر رمضان او توديع شهر رمضان. فان شاء الله نحن نقول انه ما في خوف ان شاء الله، مع ان هناك مع وسائل التكنولوجيا وتطورات بعض الشباب قد يكونون عزفوا، ولكن ياتون اطفال مستمرين دائما وحضور هذه الختائم التي تحصل في المساجد، فالحمد لله انه هناك شكل متوارث لهذا الموروث الطيب طبعا. نعم. إذا شكرا جزيلا لك عمر هادي الفنان من تريم، كنت معنا عبر الهاتف. إذا عودة إليك أستاذ سالم. أستاذ سالم، برأيك كيف تساهم مثل هذه العادات في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الناس؟ بالتأكيد هذه نقطة مهمة جدا، و تتوارث العملية مثل ما قال زميلنا عمر، يعني المسجد ودور المسجد هناك كبير جدا، ليس فقط بالنسبة للأهازيج، التراحم أيضا في هذا الشهر الفضيل، الاهتمام بالفقراء، الاهتمام بمن هم في حاجة إلى بعض يعني الدعم. هذا الشهر سبحان الله
يعني كما يسموه هم في بعض هذا الشهر رب العالمين. يعني لما يجوا يأدوا ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين. يعني كل الأشهر يعني أشهر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الشهر بالذات فيه من التلاحم أكثر، فيه من التوادد أكثر. وحضرموت مرت عليها العديد من الأمور والانتكاسات والفلسفات، ومنذ أيام القرامطة والأباضية ولكنها ظلت محافظة على هذه الأشياء، لأن هذه أشياء جزء من كيان الحضرمي لا يستطيع على مدى الدهر يعني التخلي عنها بسهولة، لأن الأجيال هم من يتلقف هذا الشيء. لا يذهب الأب إلى المسجد إلا ومعه أبنائه، وهكذا يتم عملية التلقين والتحفيظ. نعم. طيب، والفنان كان بيردد بعض الموشحات أستاذ سالم، يعني ما جالك شجن سمعنا هكذا ولو مقطع صغير وانت بتدندن معه؟ نحن الآن ونحن نودع، هم هناك يحملوا لنا نسميه احنا التريك. نعم، التريك اللي هو المشعل. ايوه نعم، مش عارف التسمية هذه من وين جاءت. نفس ايوه الصفوف كذا وبرقصة جميلة، وودعوا يا صائمين يا صائمين شهر رب العالمين، عاده الله علينا الله علينا وعليكم أجمعين. وأثناء الأداء تسمعي بعض يعني ترديدات يا عواد يا عواد يا عواد، وكأنها طلب للعودة. نعم، بأن يعود. نعم، يعود. نعم، هذا الشهر بسرعة. جميل. نعم، جميل. سلمت أستاذ سالم. إذن أعود إليك عبد الله. عبد الله، برأيك يعني ما مدى الاهتمام الرسمي؟ أعلم الآن أن الوضع يعني لا ينبغي الحديث فيه عن اهتمام رسمي في ظل الأوضاع التي تحدث، ولكن من قبل هل وجدت أن هناك اهتمام رسمي بهذا الفن بهذا التراث الجميل، أم أنه اهتمام شعبي خالص لم يعني يحط بأي رعاية رسمية؟ الختائم لا يحتاج إلى اهتمام رسمي، هناك اهتمام من المواطن نفسه، هناك اهتمام من الشعب نفسه على هذه العادات الجميلة وهذه العادات البهية. هناك كما قلت سابقا هناك تعظيم، يعني كما قال الأستاذ سالم هو شهر رب العالمين، فالحضارة يحبون هذا الشهر، يحبون أن يتراحموا في هذا الشهر، يحبوا أن تزيد الأعمال الخيرة لهم في هذا الشهر. فنجد هناك الكثير يعني يتهافتون إلى أنهم إلى ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بالهزيج التي نشد بها الفنان عمر هادي، والتي سمعناها أيضا بصوت الأستاذ سالم الجحوشي. لا تحتاج إلى اهتمام رسمي. هناك بعض الأمن أن يكون يتواجد في هذه اللحظات، لأن هناك يكون ازدحام شديد، هناك قبول كبير من كل الأهالي. يعني تجد أن كل حارة لما يكون فيها ختايم تجد أن كل بيت على الأقل يتواجد فيه ما يقارب 5 إلى 10 عوائل تكون زائرة إلى هذا البيت. فتجد الشوارع كلها مكتظة بالأشخاص، فلا بد أن يكون هناك في بعض الأمن والسلام، وهذا واجب يعني، لكن أن يكون هناك اهتمام أجد أنه بهذه البساطة وهذه العفوية وهذا الجمال البسيط الذي احتفظ به الشعب الحضرمي جماله يكفي صراحة. نعم، إذا شكرا جزيلا. فهو طالب لهذا الشهر بالجمعة الطيبة في أرسل التراحم. نعم، إذا عبد الله برعية الإعلامي شكرا جزيلا لك، كنت معنا اليوم. التراحم والاندماج المجتمع كل أطياف في هذا اليوم. نعم، إذا
أشكرك جزيل الشكر عبد الله برعي الإعلامي، كنت معنا من عمان عبر سكايب. أعود إليك أستاذ سالم. أستاذ سالم، مسألة هذا التراث وهو تراث لا مادي، وتعلم تماما أن كثير من التراث المادي أو اللامادي بفعل التكنولوجيا والحضارة والتسارع أيضا الزمن تبدأ يعني الاهتمام بها يقل أو يخفض. كيف يمكن الحفاظ على هذا التراث اللامادي الجميل الذي تتميز به حضرموت؟ هل يترك للناس تجد أنه يمكن أن يتم الحفاظ عليه، أم لابد من اهتمام رسمي بهذا الجانب؟ والله نحن أتمنى يعني بحكم أنه حضرموت يعني ما زالت يعني بخير زي ما يقولوا يعني. نعم. إذا رأينا بعض المناطق الأخرى. صح. في بلدنا اليمن يعني حضرموت الأفضل تعتبر ما زال. لذلك الاهتمام الرسمي يجب أن يفعل أكثر. هو نعم. موجود بالتأكيد يعني. هم حضارم يعني اللي على وهم يعني تهمهم بلدهم، تهمهم حضرموت يعني اكثر من اي شيء اخر. نعم. فمن خلالكم يعني ادعو الى المزيد، الى المزيد من هذا الاهتمام، لانه هذه اشياء مفخره ليس فقط لحضرموت وانما لليمن وللوطن العربي والاسلامي ككل. نعم. إذن أستاذ سالم، أيضا أبناء حضرموت استطاعوا الحفاظ على هذا التراث الجميل وعلى هذه الروح الجميلة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، رغم ما تمر به البلاد، رغم يعني العديد من ربما العوامل التي جعلت كثير من محافظات اليمن. نحن على تواصل بأهالينا الذين يقولون لم يعد لرمضان نكهة في اليمن كما كان في السابق. كيف استطاع أبناء حضرموت الصمود أمام كل هذه يعني الظروف الصعبة؟ لربما هناك عامل اقتصادي مهم ينعم به أبناء حضرموت، فكما تعلمين آسيا الهجرة الحضرمية كبيرة جدا، وفي الخارج هناك رأس مال كبير جدا للحضارم. هؤلاء لم يبخلوا ولن يبخلوا أبدا على 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 بلدهم وعلى أهلهم في حضرموت، وبالذات من قبل رمضان. نعم. كل الحضارم يبدأوا بتوزيع الصدقات ويعني المكرمات على المحتاجين، على الفقراء. تقدري تقولي حضرموت يعني نوعا ما أحسن وأفضل، ونتمنى لها أن تبقى دائما هي أفضل وأخير. نتمنى لكل محافظات اليمن يعني نحن يعز علينا أن نسمع أن هناك تقطع في الكهرباء، هناك الماء لا يصل إلى البيوت، هناك 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 يعني شيء يعني في هذا الشهر الكريم الصائم لا يريد منغصات يعني. صحيح. تنكد عليه، لكن خلاص أصبحنا يعني نقول الحمد لله الحمد لله، نتمنى أن نتجاوز كل هذه المنغصات ويأتي وربما اليوم هذا الجانب ترويحي فيه. أيضا يعني الاستدلال نحو هذه الأشياء هو جانب مريح للنفس في ظل كل المنغصات. نعم. نعم طبعا. إذن اسمح لي أستاذ سالم فقط أن ينضم معنا الصحفي أيمن باحميد، وهو صحفي وكاتب من سيئون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أيمن. مساء النور عليك أستاذ آسيا وعلى السادة والسيدات المشاهدين، وخواتي مبارك إن شاء الله في المسلم. علينا وعليكم إن شاء الله. أستاذ أيمن، نود منك أن تضعنا في أجواء رمضان والعشر الأواخر في سيئون. ما الذي يعني يميز هذه الأيام في سيئون؟ نعم، أولا كما قلنا أخواتي مبارك على الجميع وحقيقة مع دخول رمضان في أيام الأخيرة نشعر بنوع من الحسرة، نشعر بنوع من الحنين، ونبذل المزيد من الاجتهاد في هذه الليالي، ليالي فضيلة. ربما الأجواء الرمضانية في على عموم محافظة اليمن، لكن إذا ما تحدثت عن ما يعتمد في سيئون على وجه التحديد، ربما في الجانب الروحاني
هو الجانب ما يعتمد في المساجد وهي تتدين في ليالي الوتر من ليالي الوتر في العشر الأواخر الأخيرة على وجه التحديد، كونها ليلة القدر من المفترض أو كما جاء في الأحاديث أنها في أمطار العشر الأواخر، ففي كل ليلة من ليالي الوتر يكون هناك ختم للقرآن في أحد المساجد، وهذا ترتيب منذ عشرات وربما أكثر من ذلك، عشرات السنين أتكلم يعني. في كل ليلة من ليالي الوتر يتم ختم القرآن. أن نعترف به أو العادة جرت أن القيم على هذا الجامع، على اعتبار أن مثلا اليوم في قريتي هنا مدودة أو في مدينة سيئون هناك عدد من المساجد يتم اليوم ختم القرآن فيها، بمعنى أن إمام الجامع يقوم بقراءة القرآن والمصحف كاملا من الفاتحة والبقرة إلى سورة الليل والليل إذا يغشى، ثم بعد صلاة التراويح يتم ختم القرآن بسورة جماعية يحضره الأطفال، يحضره الكبار، يحضره المصلين، يحضره أبناء المنطقة والقرية عموما، يصلون في مساجدهم ثم يأتون إلى المسجد الذي فيه سيختم القرآن، يقرؤون من سورة الضحى إلى سورة الناس بصورة جماعية، ثم بعد ذلك تقرأ الابتهالات والتراتيب المعينة. مثلا يتم قراءة الفصول لزين العابدين بن علي ابن الحسين رضي الله عنه جميعا. هذه الفصول معروفة هنا في وادي حضرموت، تتحدث عن أدعية لها ارتباط كبير بالقرآن، وكما هو معروف أن من مواطن الإجابة عند ختم القرآن، ثم بعد ذلك تتلى دعاء بر الوالدين، وهو دعاء أيضا يقال أنه ينسب إلى زين العابدين أيضا، بصورة جماعية يقرأه في بعض المناسبات أطفال أعمارهم تتراوح بين العاشرة والتاسعة والحادي عشر في هذا السن المبكرة، تعطى لهم الفرصة بدعاء قراءة دعاء بر الوالدين، ثم بعد ذلك عدد من الابتهالات، عدد من القصائد الدينية، عدد من المشيحات في أجواء جميلة جدا، إضافة إلى أن الحارة والمنطقة التي فيها الجامع التي سيختم فيه القرآن تكون لدى أهلها تفاطير وموائد إفطار لأقاربهم ربما من المنطقة وربما من خارجها. أجواء جميلة، أتمنى إن شاء الله أن تستمر وأن يحفظها الله علينا هنا في وادي حضرموت جميلة كما قلت لك. ربما هناك عادات أيضا اجتماعية وثقافية أخرى، لكن هذا هو ما تتميز به عن غيرها ربما. نعم أستاذ أيمن، يعني برأيك ما مدى تعزيز هذه العادات علاقة المجتمع بعضه؟ تحدثني عن يعني أسر، عن أحياء بأكملها يعني تتكفل بالإفطار في يوم الختام تبعها، ويعني في حضور جميل يعني لنقل أسرة الحي تتحول إلى أسرة واحدة. برأيك يعني كيف تؤثر هذه العادات الجميلة وهذا التراث اللامادي بهذا الأمر؟ بلا شك أستاذ آسي أن هذه العادات تزيد وتعزز روابط المجتمع بينه وبين، ربما الحياة كما هو معروف تأخذ الكثير إلى طلب الرزق والدراسة والغربة ربما والهجرة، لكن رمضان فرصة لعودة المغتربين والدارسين، فتكون مناسبة جميلة للتلاقي من جديد. يعني أنا أحضر اليوم في هذه الحارة أرى كثير من أصدقائي وزملائي وربما زملاء دراسة وربما إخوة وناس لسنوات يعني ما مرت ما قد شفتهم، لكن في مثل هذه المناسبات في مثل هذه اللمات إن صح التعبير يتقي الناس من جديد، يتزامرون يترحمون، إضافة إلى أنه معروف سنة الإفطار للأسف ربما تلاشت هذه في بعض الدول المجاورة، على سبيل المثال مثلا في دول المجاورة يكون هناك دعوة للسحور، يقول لك اليوم والله عندنا دعوة سحور في بيت فلان، السنة هو أن تكون الدعوة للإفطار، هو في كل سبب ينرتب صدقة كما يقال، وإن شاء الله تدعي حتى من شرب شاي هو في أي استحضر تنية، لكن في رمضان السنة هو الدعوة للإفطار، ما زالت هذه السنة قائمة وإن شاء الله ربنا يجيبها كما قلت لك، أصحاب الحي تلاقي في كل بيت
عزيمة متواضعة بين قلة وكثرة على حسب إمكانيات صاحب البيت وببساط أحمدي بسيط. يعني إضافة إلى نقطة ربما أغفلتها في البداية أن هذا المسجد الذي تقام ختم القرآن فيه في العصر في عصر رمضان يأتي أصحاب البساط عندنا يقولوا لهم أصحاب البساط هذول اللي يبيعوا الشوكولاتة والألعاب للأطفال ربما صحيح. إذا كان هناك تقرير واضح من خلال التقرير وجود الأطفال والبساط نعم يجون يعني يلبسون ملابسهم الجميلة يذهبون إلى عندنا بالعامية الحضرمية يروحون لها تحت المسجد ويشترون. إضافة إلى هناك عادة ربما تلاشت ولا أدري إذا أطلت عليك أستاذ آسيا أخبرين يعني تعرفين الإعلاميين يعني إيش تعطي مايك خلاص ينسى نفسه. لا لا تفضل أستاذ يعني أيمن بالعكس الحديث يعني أعطيتنا يعني نبذة جميلة عما يحدث أيضا في سيئون وربما هي لا تختلف كثيرا عن بقية يعني مناطق حضرموت. نقطة بس أود أن أشير لها. نعم تفضل. نقطة أود أن أشير لها كما قلت لك أنه في العصر يجي الأطفال والبنات يشترون الأنواع الشوكولاتة والكاكاو عندنا يقولوا له الحاجات هذه في عادة ربما الآن بدأت تتراجع وهو أن البنات على وجه التحديد بغير الأولاد البنات في هذا السن من 10 إلى 11 سنة يشترون كل يوم يعني في أيام الوتر يكون خاتم جامح يعني ليلة 3 ليلة 5 ليلة 7 ليلة 9 فالبنات كل يوم يروحوا كل واحد تكون معها شنطة بالحضرمية يقولونها الجامرة أمين برفيد عندكم بيترجم لكم بعدين فتأخذ هذه الجامرة وتروح لتحت المسجد وكل يوم تأخذ مجموعة من الحلويات وتحفظهم في هذه الشنطة إلى آخر ليلتين في رمضان تأتي كل بنت ومعها شنطة كبيرة مليئة بالحلويات وبالألوان والأشكال يتداهين وكل واحد يطبعها في صحن كبير تكون توزع على أهلها وتوزع على الجيران بأنه هذا الإفطار يعني هذا الإفطار اللي جمعته حصيلة شهر رمضان كله يتم توزيعه في آخر ليلتين على الأهل على الأقارب على الجيران في ظاهرة جميلة وعادة جميلة جدا تعلم أيضا الأطفال. نعم جميل جميل ربما ثقافة ومدرسة حضرمية كيف تدخل من البداية مش كل يوم تأكل تشتري كاسة وتأخذها في نفس اليوم لا معلمهم كيف عادة جميلة نعم كيف تصبر كل يوم تشوف يعني مساهمة حتى الأطفال في هذا الجانب صحيح. إذا نعم أشكرك أستاذ أيمن باحميد الصحفي والكاتب كنت معنا عبر الهاتف من سيئون شكرا جزيلا لطرحك هذا وأختم معك أستاذ سالم. أستاذ سالم يعني الفن الحضرمي فن مميز وربما هو مدرسة خاصة برأيك هل حظي بالحضور الدولي الذي يليق به؟ بالتأكيد تابعت الحفل الذي أقامه الفنان محمد القحوم في ماليزيا وكيف لفت أنظار العالم لتلك الأوركسترا التي يعني قدمها والمعزوفات الموسيقية بتلك الطريقة الساحرة للفن الحضرمي. نعم هي حضرموت تزخر بأبنائها يعني المعطائين يعني رغم خسارتنا بوداع أبو بكر سالم نعم رحمة الله رحمة الله برحمته هناك أمثال المبدع القحوم والآخرين هناك أساتذة موجودون في الخارج يعملوا ولكنهم يعني غيظ من فيض لأنه في الداخل التراث الحضرمي والفن الحضرمي أكبر بكثير من أن يتعرف عليه الآخرون يعني لذلك هو يخرج عندما يتحمل أحد المبدعين العبء مثل أخونا عبد الله ومثل المرحوم أبو بكر و الأساتذة عبد الرب وغيرهم نحن بحاجة إلى أسماء أكثر وأكثر لأنه مهم جدا أن يتعرف العالم على هذا المخزون صحيح. من العطاء الإبداعي الجميل الذي يعني تحضنه حضرموت وبحاجة إلى أن يطلع إلى الآخرين يعني.
نعم، يعني نتمنى ذلك بالتأكيد أستاذ سالم، أن يصلح الله حال البلاد لي يعني يصل فن حضرموت وفن اليمن بأكمله للعالم، ليتعرفوا عن اليمن بصورة أخرى غير صورة الحرب. شكرا جزيلا لك أستاذ سالم الجحوشي الإعلامي والمسرحي الكبير، كنت معنا عبر الإنترنت من الدوحة. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.